الإنسان يبتلي عدة أمور في الحياة، يعني أمور كثيرة كثيرة، ابتلاءات كثيرة، وهو صابر والحمد لله. لكن بعض الأحيان يضعف الإنسان من قوة التحمل، يعني تكون وايد ضغوطات عليه. هل هذا يعتبر ضعف؟ أما إحنا كبشر يعني هذا الشيء لابد منه. لا يعتبر هذا ضعفا إذا كان حاله في أكثره حال صبر، لأن الله عز وجل قال عن خيار أهل الأرض: وتظنون بالله الظنونا، وقال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالإنسان قد لا يستطيع الانفكاك تماما عن تلك الأحوال، لكن العبرة بأكبر وأكثر الأحوال هذا العبرة. وعلى المرء في مثل هذه الحالات رجلا كان أو امرأة أن يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به. مثل هذه الأدعية، مثل هذه الأذكار أيتها الأخت المباركة، يعني يفرج الله بها الغم ويذهب الله بها الهم، ويأتي الله عز وجل بها بالفرج. والإنسان يحسن الظن بالله الأول، يقول: سيغني الله عن بقرات زيد ويأتي الله بالفرج القريب.